خلاص انا هعدي راجل العربيه. اخدنا رياضه واخدنا رياضه وعربي. قالوا لك على المناهج اللي حذفوها ولا لسه؟ قالوا حذفوا لك ايه في المناهج؟ لا ما حذفوش حاجه. ما حذفوش. انت في سنه كام؟ جايه معايا ثالثه. اه وانت في سنه كام؟ ثالثه. صحابك صحابك كلهم جم النهارده معاك؟ اه كلهم، بس كان في 10 غايبين. اه كان في حدود معاك انت كمان كتير ولا؟ لا مش كتير قوي يعني. ما كانش في حدود كتير؟ لا ما كانش كتير اللي غايبين. المدرسين قالوا لكم ايه النهارده في المدرسه؟ عطونا واجب، بعتونا جدول الضرب، جدول الاثنين لجدول العشرة. حضرتك كلمينا النهارده عن اول يوم بدايه الدراسه للطفله ملك. عادي والله كانت كويسه، بس احنا لما سمعنا المشوار اللي حصل ده هنا في المدرسه اللي جنبنا قلقنا. بس ايه اللي هو اللي حضرتك سمعتيه هنا في شارع صلاح سالم؟ قالوا في حاجه هناك عند السور بتاع المدرسه قنبله، بس مش جوه المدرسه، على السور بره. اه بس هل ده ادى لخوفك انك تنزلي بنتك اول يوم الدراسه؟ والله احنا كنا خايفين، بس يعني لما لقينا بقى كله نزل وكده يعني قلبنا يعني شويه مسك شويه. ده المدرسه اول يوم كويس ومفيش اي مشاكل يعني. حضرتك ما خفتش انك تنزل ابنك المدارس؟ لا 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 لا. شايف ان الفتره اللي هم لغوها من المدارس وحذف المناهج هيعوض التلاميذ عن اسر الترم الثاني؟ صعب شويه دي. صعب شويه. يعني شايف حضرتك ان الفتره دي ما تسعيش الطالب ان هو يقفل الترم الثاني بتاعه؟ لا لا لا. طب حضرتك شايف ان هو كان المفروض ايه بالظبط؟ المفروض الدراسه تبدا زي ما هي في ميعادها، ما كانش فيها اي مشاكل يعني، لان كانت البلد ماشيه كويسه وما فيش اي مشاكل.